أول حاجة أنا داير أقول حاجة قبل ما أبدأ. ما تصفقوا لي وما تجاملوني لو ما عجبكم كلامي في النهاية، أنا المجاملات ما بحبها. أنا جيت وقفت هنا الليلة عشان أتكلم عن مشكلة. المشكلة دي ما في السودان بس. المشكلة دي تقريبا في كل دول العالم. هي شنو؟ توتر علاقة الأب مع أبنائه. أنا داير أعرف المشكلة دي جات من وين؟ حلولها شنو؟ أنا أصلاً جبت الفكرة دي من وين؟ الفكرة دي جاتني لما أنا قاعدة في المدرسة في الفصل بنتونس أنا وصحباتي وأنا سعادية شغالين بنتكلم عن البيت، كلهم شغالين يقولوا أنا امبارح سويت مع أمي، امبارح سويت مع أبوي، امبارح سويت مع أمي، امبارح سويت مع أختي. قامت صحباتي قالت لهم دقيقة، أنتم عندكم أبوات؟ كموا قاعدين يضحكوا يعني. قال لا، إحنا أبواتنا نعمل معاه شنو؟ انتوا قايلين ابواتنا زي ابواتكم؟ نحن كان كترنا معاهم بنقول لهم ادونا القروش. لما قالت نحن كان كترنا معاهم بنقول لهم ادونا القروش، الحاجه دي يعني خلتني اعرف انه في فجوه كبيره جدا 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 بين الاب وابنائه. الحاجه دي اكيد عندها اسباب، ما جت من الهوى يعني، اكيد ما جت من الهوى، ما أكيد عندها أسباب. يعني أنا في رأيي إنها لها عدة أسباب، منها واحد عدم وجود الأب في المنزل لفترات طويلة. يعني شنو؟ يعني أبوي قاعد في الشغل، بيجي البيت بياكل بينوم بيصحى الصباح بيمشي الشغل تاني، ما عنده وقت لي، ما عنده وقت عشان يسمعني، ولو عنده الوقت بيكون فتران زهجان ما داري يتكلم مع زول، أقل كلمة ما بيستحملها. يعني لو أنا قلت يا أبوي هو حيعيل لي كده وينهرني نهرة، انهرني نهرة. وطبعا أنا جاي من الشغل جبت أجيب لكم القروش عشان أسوي وأسوي وأسوي، نهرني معناتها بالتالي أنا بديت أخاف منه، أنا بديت أخاف منه، بديت أتجنبك يا أبوي، ما عاوز أتكلم معك. السبب الثاني، الأم لها دور في ضعف العلاقة أيضا. يعني شنو الكلام ده؟ يعني أنا الأم عادة قاعدة معانا معظم الوقت، عشان كده توتري معاها ما زي توتري مع أبوي. بتعمل كالآتي، نحن طوال ماشيين أمي 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 أدينا قروش، أمي 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 سوي لي الحاجة الفلانية. حتى مش هي ما عاملة، أنا بمشي بسألها هي القروش. يعني هي لأمانة عليها بالعربي كده ده. لو دارين حاجة إلا نمشي نكلم أمي عشان هي تكلم لنا أبوي. السبب الثالث، انعدام الثقة وعدم أسلوب الحوار والمناقشة. يعني شنو؟ يعني أنا أبوي أداني تلفون، أنا بتكلم مع أي زول أيا كان، هي طبعا دور الأب الشرطي المتعصب كده، يعني بيتكلم مع منو؟ ولو بتكلم مع فلان الفلاني، بتكلم معه ليه؟ بيسوي كده ليه؟ كده مسك التلفون خبطه تشاكلنا كلام كثير. هو أبوي من حقه يسألني أنا مشيت وين، جيت من وين، سويت شنو، لكن الطريقة اللي بيسألوا بها ما صح، ما صح انهم يسألوا بالطريقة دي، لأنه دي حاجة بتسبب حساسية بيننا نحن الاثنين. بعدين يعني ليه كلام انه الحوار وعدم المناقشة؟ يعني أبوي قال كده أي أي، السلطات العليا قالت أي أي، قالت لا لا، ما في أي كلام، ما في أي حوار، ما في أي نقاش. أقل مثال للكلام ده انه يا أخي أنا عاوز أقرأ أدبي عشان أمشي الحاجة الفلانية. الاهل ده اللي عندهم هوس مع الدكاتره، دايرين اي ولد من ولده يكون دكتور. انا ما عارف الهوس ده شنو، البلد اتملت بيهم عشان ما في صيدليه في الشارع ما هناي. يا اخي انت لازم تقرا علمي، وفي علمي تبقى دكتور او اي حاجه ثانيه. يعني لو ما بقيت دكتور انت ما ولدي، انا ما حتكلم معاك ثاني، ما في اصلا حاجه اسمها انا ما بتكلم معاك ثاني، يا تبقى دكتور ابقى دكتور ابقى دكتور والله تطلع برا. ما في اي حوار، ما هو ما عاوز يعرف هو ليه بيعمل كده، هو ليه داري قراءة ادبي، هو طموحه شنو؟ ما في حاجه زي دي. السبب الثالث طوالة، طيب شنو؟ انا اندمجت اثنين، ما مشكله ما مشكله. طيب الحل شنو؟ انا شايفه الحل في انه الطاوله المستديره،
يعني فترة الغداء صينية الكلام زي ده. في حاجة انه لما ابوي يكون قاعد معي انا في البيت بيحصل حاجات كتيرة، انه انا بتشاكل معاه بعمل معاه حاجات زي دي، لكن لما ماما تجي تقول لهم يا جماعة يا اخي تعالوا فترة الغداء يعني تعالوا نتغدى كلنا مع بعض في الصينية، بنقعد الحوار المفتوح مع ابوي بيسمح لي انه انا اقول له اي حاجة تلقائيا بدليل الونسة، هو هيعرف عني حاجات عمره ما عرفها قبل كده، شخصيتي طريقة تفكيري ميولي. حاجة تانية الصينية دي بتعملها، ممكن نحن الاثنين نستفيد بشنو؟ بانه يا اخي نحن قاعدين في الصينية انا اكتسبت لي عادة سيئة من المدرسة او الروضة خاصة يعني الكلام ده للاطفال، واحد الددان الدمنية تيف هو ماشي يجربها، جونسين عمل حاجة هو ماشي يجربها، لما نيجي يقول لي ابوه الكلام ده في الصينية حيقوم ابوي يوريه الصح من الغلط، صح ولا لا؟ حيوريه انه الكلام ده صح، حيوريه انه الكلام ده غلط، هو بالتالي ما حيعملها. الحل الثاني معلش شفتوا دمنه؟ ده ابوي انا. كونوا اصدقاء، عيش معه حياته واسمح له ان يكون جزءا من حياتك. دي انا الفنوس دي بالمناسبة. حاولوا ان تقضوا معهم بعض الوقت يعني كلامات كثيرة كده ونسوا وضحكوا يعني امشوا لرحلات اتونسوا دحل. اخر حاجة هي ما اخر حاجة والله في حل تاني انا داير اقوله يعني ده مبادر من روحك كده، دي كلهم حاجات كونوا قالوها فلاسفة قبلي، لكن الام دور مهم انها تعمل الحاجة دي، يعني ممكن لانه امي الامان عليها نمشي نحنا. طبعا دي حاجة انه عادات الاب الشرقي انه اصلا مربع عليه انه يكون كده من صغير براه ما بتغير، ودي حاجة عارفينها نحنا كلنا اننا كلنا لو نقول حنعمل حاجة ما بنعملها نقوم نحنا نبادر اول نحنا وامي واخوي وكلام زي ده، نعمل لنا خطة بالجنب بيجاي نمشي نقوم نقول لعيرنا غير فيها اوي. يلا انا اخر ما هو ما اخر كلام لسه، الاسرة نواة المجتمع، فان صح صح المجتمع وان فسد فسد المجتمع، عشان كده نحنا يعني لازم الاهل ديل بيعملوا حاجات كثيرة نحنا بنعمل معهم بيناتنا كده علاقات حاجات كثيرة، لو الحاجات دي تمت على الوجه الصحيح معناتها نحن حنعمل المجتمع الكويس نحو مجتمع صحيح. وسرعيد عيدة مع السلامة. دي كانت مجاملة.